صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم الخميس 6 تشرين الأول 2022. مشرفني رحب بضيفي بالاستوديو رئيس لجنة التربية والأمين العام لحزب الاتحاد سعادة النائب حسن المرد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني معاليك رح نحكي اليوم عن مسائل يعني هي من الملفات الساخنة واليعني اللي عم تشهد حراك على كل كافة المستويات، تحديدا ملف ترسيم الحدود، استحقاق الرئاسة، تشكيل الحكومة وكل ما يرتبط بهذه الملفات من حراك داخلي وخارجي. أيضا لابد من التوقف عند الأوضاع المعيشية، تحديدا اللي عم نشوف الصولات والجولات اللي عم تكون بين المودعين والمصارف. حضرتك رئيس لجنة يعني التربية النيابية، كمان سنتوقف عند العام الدراسي، هل سيكون متعسرا يعني إزاء اليوم حقوق ومطالب المعلمين؟ وبنهاية الحلقة رح نتوقف عند يعني مواضيع لطالما بحزب الاتحاد أنتوا هيك عاطينا أولوية أستاذ حسن بمسألة العروبة. اليوم 6 تشرين الأول ذكرى حرب تشرين التحريرية، من هيدي الذكرى يعني بعد مرور حوالي 48 سنة بدنا نشوف أين لبنان يعني وموقعه العروبة وكيف كان يعني بالاستحقاقات الكبرى مثل اليوم كان عم بيكون في تقاطعات ودعم ويعني دفع عربي باتجاه أي استحقاق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. خلينا نبلش بمسألة ترسيم الحدود. لبنان سلم الرد الرسمي إلى السفارة الأمريكية، منها إلى الوسيط الأمريكي ومنه إلى كيان العدو. اليوم اجتماع للحكومة المصغرة لكيان العدو الإسرائيلي، برأيك كيف سيكون مسار الأمور؟ أول شيء الواضح أنه الملف للي أعده لبنان وذهب للمفاوضات واضح أنه إجت كل الأجوبة عليه إيجابية. هلأ المسار تبعه اللي حضرتك هلأ قلتيها راح لعند العدو الصهيوني. برأيي أنا العدو الصهيوني راح يرد بالإيجاب على هذا الموضوع، ومن بعده سنرسل هذه الورقة إلى الأمم المتحدة، والعدو بيرسل الورقة إلى الورقة تبيته إلى الأمم المتحدة. الملف هيدا وإن نحن قدمنا اقتراح قانون على نقطة على 29 على خط 29، كنا بالحسبان ماخدين الاعتبار انه علينا ان نتفاوض او نقدر نحصل اكثر حقوق نحن ممكن نحصلها، والخط اللي اجى هلا وتوافق عليه اكثر شيء ممكن نقدر نحن نحصله من بعد ما كنا عم نحكي عن الخط الاعوج او هلا اكثر شيء قدرنا نحصل عليه. الاهم من هذا الموضوع هو ليس الخط، هو حق التنقيب لنا ان كان على خط البلوك رقم 8 و9 و10 او ان كان بالداخل اللبناني. هذا حق التنقيب للي نحن قدرنا نحصل عليه، الذي يجب ان يبدا فورا، ونكون عم نضغط اكثر لنقدر نحن ننقب، لانه بدنا بعد التنقيب عندما نبدا التنقيب تاتي الثقه الى هذه الدوله الى لبنان. وبيجوا المستثمرين على هذه الدوله، ولكن لنقدر نستخرج بدنا 5 سنين 6 سنين. ولكن عندما نبدا بهذا التنقيب وعلينا ان نبدا فورا بهذا التنقيب نقدر نريح الاقتصاد اللبناني الداخلي، وهذا المسعى تبعنا اللي لازم نتوحد عليه نحن كلياتنا كدوله، مش نطلع على وسائل التواصل نزايد انه تنزلنا ولا قدمنا ولا نحن هلا قدرنا نحصل على الخط 23 في بعض الاشكاليه ب 5 كيلومتر او 6 كيلومتر. هيدي يتم النقاش فيها لاحقا، ولكن على الأقل هلأ علينا أن نبدأ بالتنقيب، وعلينا أن نضغط أكثر على الشرك أنه تسرع تأتي أنه تنقب في لبنان، ونخلص كل الأمور اللوجستية اللي بنقدر نواكب فيها هذا التنقيب لنقدر ننقذ لبنان من الوضع الاقتصادي اللي هو فيه. طيب أستاذ حسن، يعني تحدثت حضرتك على مسألة اليوم التجاذب اللي عم بيصير داخليا على هيدا الملف، يعني بعدنا لهلأ البعض لا يعطي الحق حقه، يعني عم نشوف حتى تصريحات بالعلن وكأنه عم بتقول أنه هيدي طبخة مطبوخة ومعمولة مسبقا، هيدي يعني مسرحية أنه يعني هناك معادلة ردع، معادلة قوة.
أرست هذا الموقف ويعني استطاع لبنان من خلاله أن يحصل حقوقه كاملة. طب يعني هذا الموضوع بالمرحلة المقبلة ما بعد الاتفاق قديش رح يكون يعني بمحل سيعيق المعوقات ستكون داخلية برأيك؟ أول شيء نحن بالحزب الاتحاد نؤمن أن ما أخذ بقوة لا يسرد بغير القوة، اللي هي مقولة القائد جمال عبد الناصر. صحيح. ثانيا يعني إجا الحزب الله وسمحت السيد حسن نصر الله عمل معادلة، هذه المعادلة أرست النتيجة اللي نحن كنا بدنا إياها، وكنا ولو كنا نطلب أكثر من هيك ولكن حصلنا اللي نقدرنا. المزيدين اللي بدهم يطلعوا لأنه ما بدهم يعترفوا بانهزامهم أو ما بدهم يعترفوا بالنتائج الإيجابية التي أتت إلى هذه البلد، وما بدهم يعطوا جائزة لحزب الله أنه هو استطاع أن يأتي بشيء إيجابي للبنان ينقذ الوضع الاقتصادي بلبنان، هذه مزايدات بتصير على وسائل التواصل وبتصير بالإعلام وبتصير بالسياسة. هلأ بدهم يحاولوا يعرقلوا بالداخل، أكيد رح يحاولوا يعرقلوا بالداخل، بس من سيستطيع أن يتحمل نتائج هذه العرقلة قدام ما يحصل اقتصاديا في لبنان، قدام الناس اللي عم نشوفها، قدام البنوك، قدام المودعين، قدام الناس اللي جوعانة. يعني النهاية نحن بدنا نعمل شيء يساعد هذا البلد، يساعد الحكومة ويساعد إدارة هذا البلد ويضخ مال لهذا البلد. الطريقة الوحيدة لنضخ مال بهذا البلد هي أن يأتوا المستثمرين إلى هذا البلد، والمستثمرين عندما يأتوا إلى هذا البلد يستطيعوا أن يرفعوا اقتصاديا شوي هذا البلد. هذا بيصير بالثقة اللي بتعطينا إياها الدول. التنقيب وبداية التنقيب هو إعادة ثقة، جزء من إعادة الثقة للدولة. يعني حضرتك من الناس اللي يعني بتوافق على أنه مجرد الانتهاء الإنجاز هيدا الملف ويعني الذهاب لوضعه بالأمانة العامة للأمم المتحدة أنه لبنان يعني رح يبلش يستعيد عافيته الاقتصادية، لأنه يعني هيدي الثقة بدخول لبنان ولو لاحقا بنادي الدول النفطية رح يبلش يجذب له الاستثمارات والأموال من دون شك. لأ ما بدي أحكي بأرقام، ولكن رح يأتي مئات من الشركات الأجنبية والداخلية لتقدر تبلش تحضر للتنقيب والاستخراج. نعم. هيدي بحد ذاتها بتفيد اقتصاديا، هاي واحد. اثنين، مجرد هذه الشركة الكبيرة التي ستبدأ بهذا التنقيب، هذه الشركة وراها دول. عندما تريد أن تبدأ التنقيب يجب أنه هي بتكون رسمة أنه لبنان مستقر، أنه لبنان رايح باتجاه إيجابي اقتصاديا، لذلك هذه الدول لدعم هذه الشركة بدها تحط ما تملك لحتى تقدر تستخرج وترجع تطلع مصرياتها. نعم. لا، عشان هيك عندما مجرد ما توصل هذه الورقة تعود الثقة، يعني بداية الثقة خليني أقول الخارجية، ولكن الأهم المستثمرين والمغتربين وكل من يريد أن يعمل في هذا الحقل اللي هو النفط والغاز رح يجي يبلش يفتح الشراك، وهيدا بحد ذاته كمان بعيد الثقة للمستثمرين أنه يرجعوا على لبنان. طيب داخليا أيضا إذا بدنا نحكي عن بالمرحلة المقبلة خلو بسدة الرئاسة، وإذا لم نستطع تشكيل حكومة، هل سيكون هناك تأثيرات سلبية يمكن أن يدفع ثمنها لبنان يعني بالمعنى الاقتصادي؟ وقديش نحن عم نكون بتحدي مع الوقت أستاذ حسن؟ هلا نحن ندفع ثمن الوضع الاقتصادي، نحن حندفع ثمن الوضع الاقتصادي من وراء السياسه الحكوميه ومن وراء السياسه الاقتصاديه اللي نحن عم نتبعها، عدم استقرار المشهد السياسي، ولكن يعني اتحدث ولكن عن الفراغ تحديدا. الفراغ اللي نحن عم نتحدث عنه اكيد رح يكون مؤثر، ولكن مش بشكل كتير كبير، ولكن بيستغلوه بعض التجار الصرافين والدنيا، ولكن بشكل عام هي مش هيدا المؤثر مباشره على الاقتصاد. الوضع على ملف نحن الترسيم نحن استاذ حسن، على ملف الترسيم على ملف الترسيم لا، نحن خلال جمعة 10 أيام المفروض الملف يذهب إلى الأمم المتحدة، ونحن مجرد ما نبلغ الأمم المتحدة انتهى من قبل. بس بتطبيقه داخليا انه اذا نحن كنا امام حكومه غير اصيله مثل ما عم يعني في حكومه هو في حكومه رح تصير. انا من وجهه النظر انه الحكومه قادمه قبل اخر الشهر. نعم. واول شيء ورقه الترسيم ستذهب الى الامم المتحده. نعم. والحكومه ستتشكل خلال جمعة 10 ايام المفروض. لانه بلد من دون حكومه مع فراغ رئاسي. نعم. هون صرنا عم نحكي بوضع غير مستقر داخل لبنان. هذا اللي عم بسألك اقتصادياً، وهيدا أنا لا أظن أنه نحن رايحين عليه، لأنه نحن الضغوطات اللي صارت لحتى نحصل على التنقيب لحتى نريح الداخل اللبناني. نعم. والضغوطات
للي عم بتصير على كل الدول المعنية بهذا الملف هو لاستقرار لبنان داخليا، مش لحتى ناخد لبنان إلى مكان ما حدا بيتمناه. فعشان هيك كل الأطراف السياسية في لبنان هلأ عم تتفاوض لحتى تشكيل حكومة سريعا، وبرأيي خلال 10 أيام المفروض هذه الحكومة أنه تخرج وتبصر النور. نعم. ورح يطلع دوت الرئيس على القصر الجمهوري يقدم الحكومة، وبنفس الوقت منكون فتنا بمرحلة انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان. على أمل كمان التسريع بهذه النقطة، أنه ما يكون في فراغ كتير كبير بهذا الموضوع، لأنه المفروض أنه التواصل الإقليمي الذي يحصل حاليا وما زال مستمر يجب أنه يتسارع وتيرته لحتى نوصل لنتيجة نقدر نعين رئيس جمهورية لهون، لنواكب الأحداث السريعة اللي عم بتصير بلبنان، إن كان من التنقيب إن كان من الوضع الاقتصادي الداخلي، ولا نقدر نحمي حالنا ونحسن حالنا داخليا مما يحصل إقليميا، لأنه إقليميا وعالميا كمان رايحين على ضغط اقتصادي عالمي. صحيح. نتمنى أنه نحن بلبنان على الأقل نكون موحدين متكتفين لنقدر نحمي حالنا شوي من بكفينا مصايبنا يعني. نعم. ما بدنا نحمي حالنا من اللي عم بيجي من برا. يعني مسألة انتخابات الرئاسة خلاك بنحكي بتفاصيلها بمحور بعد شوي، خلينا بس نكفي يعني لنختم ملف الترسيم. أستاذ حسن، إذن الأمور تسير وفق ما لبنان أراد من دون يعني اليوم تعتبر لبنان انتصر بهيدي المفاوضات غير المباشرة وسجل يعني نقطة جديدة من الانتصار على العدو الإسرائيلي؟ وفق ما أراد قوة لبنان بشعبه بجيشه وبمقاومته وبحنكة دولة الرئيس نبيه بري، استطعنا أنه نحصل على اللي نحن بدنا إياه للبنان. وهذا الملف ذهب وأتى بالنتائج الإيجابية اللي رح تكون خير على هذا البلد. في كتير حكي عم بينحكى أنه ممكن نتنياهو ما يقبل، نحن كلبنان نريد ضمانات أنه هذا الاتفاق يبقى كما هو حاليا. الإشكالية 5 كيلومتر نناقشها لاحقا، ولكن ما حدا يقدر يغير بهذا الملف بعدين. وبنفس الوقت في حال العدو حاول يفكر رأيه يغير رأيه، هو عارف شو بينتظره. ما بعتقد هو بيتحمل هذا الموضوع ولا في حدا بعد بيتحمل هذا الموضوع، لذلك هو من دون شك رايح للقبول بهذه الورقة، ورايح بالقبول حاليا للاستفادة ليقدر يستخرج ويلحق حاله بأوروبا. طب برأيك ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي بين نتنياهو ولابيد اليوم هو يأتي في إطار ماذا أستاذ حسن؟ يعني بعدها عم بتكون مناورة أم هي فقط تحصيل مكاسب انتخابية داخلية؟ تحصيل مكاسب انتخابية داخلية، يعني عم بيزيدوا على بعض وكل واحد بيقدم حتى يعني، لأنه البعض يربط بيقول وكأنه هناك توزيع أدوار داخل الكيان الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، رغم يعني الاستعجال اللي عم نشوفه عند الأمريكيين. التهديد الذي حصل وكسبنا عليه لهذا الورقة راحت مش لنتنياهو نفس الشيء. إذا راحت لنتنياهو نفس الشيء بده يخضع غصب عنه، لأنه حيكل قتلة يعني. نحن هذا الأمر يعني لا يعني لبنان، هذا الأمر لا يعني لبنان. نحن بدنا حقنا بهذا الموضوع، حصلنا على حقنا، هن بدهم يتنقروا من أجل مكاسب انتخابية داخلية يصطفلوا هن حرين. نحن ما يهمنا الشق اللبناني من هذا الموضوع، والأهم هو الحق لنا بالتنقيب، والأهم الحصول المكاسب التي حصلنا عليها من بلوك رقم 8 ورقم 9 ورقم 10، والحق التنقيب للي بيخلينا ننقب إن كان على الحدود ولا إن كان بالداخل اللبناني. نعم. يعني بالانتظار اليوم خلينا نشوف شو يعني اليوم رح يكون رد العدو. اليوم صحيح اليوم الاجتماع تبعهم اليوم بده يطلعوا برد، يعني انا ما اظن رح يغلطوا هذه الغلطه لانه مستعجلين كمان هن، ونحن ما بنمزح ببعض الامور اكيد. طيب خلينا يعني نحكي، حضرتك كنت عم بتبلش تحكي شوي على مساله تشكيل الحكومه. اليوم زياره للرئيس نجيب ميقاتي الى الصرح البطريركي في بكركي، هذه الزيارة كان سبقة بالأمس كان في اجتماع الدوري للمطارنا الموارنة، كان في بيان عم بي يعني عم يدعو الرئيسين عون وميقاتي يتحملوا مسؤوليتهم بموضوع التشكيل، وكمان يعني كانوا عم بيقولوا بنرفض
انه تبقى هذه الحكومه، عم يقولوا فلتخرج هذه الحكومه من مربع التكليف الى مربع التاليف، يعني شو طالع يعمل الرئيس نجيب ميقاتي برايك؟ هلا اكيد طالع يجيب الدعم، لانه بده يحاول يحصل على بعض الوزراء اللي موجودين بهذه الحكومه، تحديدا الوزراء المسيحيين، تحديدا الوزراء المسيحيين. فبده يحاول اكيد، هيدي بالتكتكه السياسيه. هلا بشكل عام المبدا العام انه علينا تشكيل حكومه، اكيد علينا تشكيل حكومه باسرع وقت، امبارح قبل اليوم. السياسه اللبنانيه والمركبات اللبنانيه، اللي وزير بالزايد لك وزير بالزايد، هيدي امور انا برايي بهذه الظروف يجب انه نتعالى عنها. نعم. ولكن بالحسابات السياسيه والكتل الكبيره اللي موجوده طبعا بضل في شد وشد حبال بين بعض. كيف المخرج ممكن يكون استاذ حسن لهيدا لموضوع التشكيل؟ يعني شفنا بما سر نقل في الصحف انه باللقاء الاخير اللي صار بعبدا بين الرؤساء الثلاثه، الرئيس ميشيل عون يعني ابلغ الرئيس نبيه بري انه انا ما بقى بدي حكومه موسعه، موضوع الست وزراء اللي كان قبل عم يعمل عقبه، اليوم وين المشكله؟ وين العقبه؟ رايي الخاص اولا انه هذه الحكومه اللي منوي تشكيلها يجب انه تكون بنفس التقسيم الحكومة الحالية، عشان ما نخبص بعض. نعم. ما يصير في تحدي لبعض. هي أولا تحمل نفس التوازنات السياسية، خلينا نقول يعني هيك تقريبا. نعم. هلا رح يبدلوا بعض الأسماء الموجودين فيها، أكيد هذه الأسماء اللي موجودين فيها، أنا برأيي الخلاف الحاصل بعده هلا هي على وزير أو وزيرين بالأسماء. نعم. تحديدا هي بالأسماء، بغض النظر أنا ما بدي فوت بالأسماء، ولكن أنا عم بحكي بالفكرة العامة أنه هذه الحكومة يجب أن تأتي تقدر تحمل المصاعب والمشاكل اللي موجودة عندنا. نحن إلى اليوم الحكومة السابقة والحكومة اللي قبلها ما قدرت توازي ما يحصل على الأرض، وزائد أنه خطة التعافي بعثت لنا هذه الحكومة خطة التعافي، عيب الواحد يحكي، يعني ما بدنا نحكي شو هي هذه الخطة، ولكن بهذا الوضع الاقتصادي ما لازم تنبعث هيك خطة التعافي. خطة التعافي لازم تكون مفصلة أكتر، لازم تكون مدروسة أكتر، لازم تكون فيتي على مشاكل الناس أكتر، وتقدر نطلع بنتيجة وصياها ك 128 نائب نقدر نناقشها ونناقش مشاكل البلد ومشاكل الناس وهموم الناس. خطة التعافي كانت يعني لانتشال من؟ لأنه يعني شفنا بعض البنود، وكتير كمان كان في تعليق، وحضرتك يعني أكتر من مرة صرحت بهيدا الموضوع، أنه هيدي لانتشال من؟ يعني واضح كانت هيدي بحسب التصاريح اللي سمعناها وحسب يعني ما قرينا، أنه واضح وكأنها كانت يعني شايلة عن ظهرها وعم بتزت على الآخرين، إن كان يعني مو أكتر شيء الناس. استاذ حسن، كل سياسة الحكومة السابقة كانت عم بتأجل للحكومة اللي بعدها، ما كانوا عم بياخدوا أي قرار لهم يدفشوا لقدام يقولوا بلكن بيجي حدا بيحمل عنها. نعم. خطة التعافي اللي موجودة أنا قريت شق تحديدا، حاولت أقرأ الشق التربوي منها. نعم. يعني بين ما قلبت الورقة صرت أقلبها بلكن لقي شيء. مقطع هلات. مقطع هلأ. نعم. هو عبارة عن إنقاذ القطاع التربوي. عبر شو الآلية؟ إنقاذ القطاع التربوي. بس عنوان، عنوان هيك هالقد فضفاض. إيه. بس كيف؟ بس هيدي خط عافية تبع إنقاذ. بوقت هذا القطاع يعني مدمر. 100%. مثله مثل القطاع الاستشفائي بطبيعة الحال. فواضح إنه انعملت خطة التعافي إنه بدنا نتفشى لحدا يجي من بعده ويحمله. هذا لا يعني إنه لا يوجد براسهم شيء، يعني في دوت الرئيس براسه شيء، اكيد هو عارف شو عم يعمل، بس كبلنا ورقة لنحن نتسلى ونلعب انه بدكم خطة، هيدي خطة. وعندما ذهبنا لنقاش هذه الخطة هربوا منها. الحكومة هربت ما بدها تناقش، وقالت حنعمل تعديلات وبعدنا بانتظار التعديلات. نعم. المشكل هلا الحالي اللي موجود انه علينا تشكيل حكومة واحد تعمل خطة تعافي حقيقية، على الأقل تحط أمل للناس وتحط أمل لكل من يريد أن يقرأها أنه في حل. نعم. بالمستقبل القريب. اثنين، على هذه الحكومة. نعم. القادمة من منوي إنشاء تشكيلها. نعم. أن تذهب إلى خطة سريعة لإنقاذ الناس، تغيير وتعديل السياسات الاقتصادية السابقة اللي كانت متبعة اللي بعدها نازلة بالموازنة هلأ كمان، وبعد في منها نازل بعده بالموازنة. العمل على تغيير الموازنات القادمة، وقف الهدر اللي موجود داخل هذه الموازنة. نعم. وأعطاء الناس حقوقها، إن كان بالموظفين القطاع العام
ولا نلاقي حل؟ كيف نعطي خطة وأمل للناس المودعين إنه أنتوا انطروا علينا شوي، بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين بس نعطيهم ورقة واضحة ونجدول لهم إياها كيف هن بدهم يحصلوا عليها. نعم نحن الحكومة والنواب شغلتنا نروح نقعد مع المعنيين نشوف، نعم. نحط ورقة نحط خطة ونعلنها للناس لحتى الناس تروق وتصدقنا وتقدر تنطر وتشوف حالها وين رايحة، بينما هيك نحن لا قادرين عارفين حالهم وين رايحين الناس. القطاع العام مش عارف حاله إذا بيستمر أو لا، وعم نخسر كتير من القطاع العام. نعم. مش معروف السنة الدراسية بتكفي أو لا، مش معروف المصنع والمعمل والقطاعات نعم. الإنتاجية إذا بتضل مستمرة بظل الوضع الاقتصادي الموجود أو لا. مفروض أنه نعطي شوية استقرار وثقة لهؤلاء لحتى يكونوا يضلوا مستمرين. هيدي شغلة الحكومة، هيدي شغلة الحكومة. نعم. وشغلتنا نحن كمجلس نواب انه نراقب هذه الحكومة والموازنة لنقدر نزيد هذه الثقة ونكون فريق عمل متكامل لإنقاذ ما تبقى من لبنان. نعم. استاذ حسن، هذه خطة التعافي المالي والاقتصادي انعملت كمان بالشكل اللي انعملت فيه الموازنة، انه على عيون صندوق النقد وليس يعني هيك تلحظ وقائع، تلحظ حيثيات الواقع الاقتصادي والواقع المعيشي، هيك برأيك انعملت كمان؟ هلا انا اللي قريتها كخطة التعافي اللي انعملت، انعملت مش لانقاذ شيء. هي بس لعيون يعني على عيون صندوق النقد انه هينا عملنا لكم خطة؟ بعتنا شيء وحطيناه ببريد النواب والنواب شافوها، راحوا النواب ليناقشوها هربوا منها. فلا ما في خطة تعافي. طيب في عنوانين ثلاثة أربعة ممكن ينقبلوا، اوكي، ولكن مش هيدا المطلوب بهيك وضع اقتصادي نقدر ننقذ بلد. خطة تعافي حقيقية هي خطة كاملة متكاملة كلياتنا بنتشارك فيها، بنحط على العناوين وبنحط المسار اللي بدها تمشي عليه وبنقدمها للناس عشان الناس تاخذ ثقة بمطرح. هذه الخطة اللي موجودة الناس ما حتفهمها. طب يعني شفنا انه اخذوا وقتهم دكتور سعاد الشامي والفريق اللي كان عم بيعد هيدي الخطة، اخذوا كثير وقتهم، يعني كنا دائما عم نقول اجتماعات من اجل اعداد خطة التعافي، مستشارين هيك، ليش برأيك يعني هل قد الوضع فيه عجز؟ هل قد الوضع فيه استحالة عن التعافي؟ ام انه ما بعرف يعني في عدم جرأة باخذ القرارات؟ بعض القرارات ممكن تكون مؤذية للناس، مؤذية من ناحية الضرائب وما الضرائب. نعم. في بعض الأمور اللي ما لها حلول سريعة، وكل وزير وكل حكومة بدها تيجي بدها تعمل حلول لها سريعة تبين قدام الناس. نحن للأسف ما عندنا بعد الفريق الذي يعمل لمدى الطويل مش للمدى القصير. نحن كل واحد منا بيجي بيقول بدي اترك بصمه قبل ما فل، بدي اقعد 6 أشهر 7 أشهر، بدي اعمل بصمه، شو بدي افكر ب3 سنين و4 سنين لقدام. فنحن المفروض الخطط اللي بدها تتعمل كل 5 سنين 6 سنين لقدام، ويطلع الواحد يشرحها ويفهمها للناس. الخطه اللي قدمها دوت الرئيس الشامي للي قدمها عم بيقدمها للصندوق النقد. طبعا صندوق النقد للي عم بيطلبوا اكثر من هيك. نعم. واللي عم بيطلبوا صندوق النقد نحن يعني صح مضطرين نتحمله، صح انه رح يجي شوي موجع، ولكن على ابسط الامور انه نلاقي بعض الحلول للناس شو فينا نعمل. نعم. يعني ما في، انا بعد بالموازنه هيدي بعدني عم بستاجر مباني للدوله. يعني ما يعني باي منطق بعدني عم بستاجر، يعني عم بحكي بالقطاع التربوي. نعم. يعني هيدا الرقم اللي انا حافظه بعتقد شي 80 مليار ليره مش على قيمتهم اليوم. نعم. بس عندما عم بقرا هذا الرقم 80 مليار ليره اجار مباني، يا اخي انه ما فهمت، طب هذا الدين العام كله وين، يعني وين المصاري اللي راحت لانشاء مدارس لنوفر هال 80 مليار؟ في كتير ابواب ممكن. نعم. يعني نحن بجلسه مجلس نواب لحالها نزلنا العجز، نزلنا العجز شي 4 5 مليار. نعم. بجلسة واحدة، يعني بنقاش ساعة و45 دقيقة. نعم. طيب انت يا حكومة قبل ما تجيبي هاي الموازنة على مجلس النواب ما كان فيكم تقعدوا؟ هلا شفناها قبل ما يعني اذا نحن اذا نحن 128 واحد نزلناها شيء 4 مليار، انتم كنتوا 24 واحد، ما كان فيكم تقعدوا نص ساعه زياده تنزلوها اكثر؟ يعني طيب بعد في ابواب، بعد فينا ننزل العجز، بعد فينا نشتغل كثير. نعم. ولكن بدنا اراده. معليك رح ناخد أول فاصل إذا سمحت، نرجع منفصل أكتر بهيدا الموضوع. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.
مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم. أجدد ترحيب بضيفي سعادة النائب أستاذ حسن مراد. أهلا وسهلا بحضرتك سعادة النائب. كنا عم نحكي قبل الفاصل على مسألة خطة التعافي المالي والاقتصادي. يعني هناك ملاحظات وكنا يعني عم نحكي انه هذه الخطه يعني قدمت لمجرد ان يعني تقدم فقط لصندوق النقد الدولي، وهي لا تحمل يعني ببنودها اي بند اصلاحي، يعني واضح حسب ما يعني كنا عم نسمع من التصاريح لما كنتوا عم بتناقشوا، والتعديلات اللي كانت مطلوبه ولم تقدم حتى الساعه. نحن كلنا ما صار سر يعني نحن نزلنا العجز بساعه 45 دقيقه بشريعة بتحسي حالك بشي سوق شعبي يعني وعم ننزل وصار ايه شيلو 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 شلنا هلأ. نعم 6000 هيدا مليار. دليل هيدا دليل اولا نعم انه لا يوجد جدية بموازنة. اثنين ما هي الفكرة العامة من الموازنة. انا عم بعطي القطاع العام من هون معاش بضرب له اياه باثنين بضرب له اياه بثلاثة. هلا اقريتوا الموازنه على 2.6 للقطاع. بس ما نزل بعد الجريده، بس انا عم بعطيهم من هون وعم بياخذوا من هون ضرائب. نعم وعم بياخذوا ضرائب ضرب 10. نعم يعني بالنهايه ما عملنا شيء. هي اولا. اثنين يعني هذه الحكومه ما فكرت بالتضخم، ما فكرت انه هو كان وزير المال عم بيقول انه ما عاش في سيوله لحتى يدفع المعاشات شهرين اللي مرقوا. نعم. لورا جاي هلا بده يضربها ب 2.6 بمدخول ضرائب اكثر من المعاش وراح يشلح المعاش وبده يطبع لل 2.6 يعني راح يعمل تضخم الاول ما له اخر. صحيح. طيب انت ما فكرتوا يعني بهذا الموضوع قبل ما تفوتوا على مجلس النواب؟ بعرف انه في خيارين ما في غيرهم يعني السيء والاسوء. صحيح. قررنا نختار السيء لانه ما فينا نضل ماشيين على الخطه على الصرف على 12، ولكن بالنهاية أنه على الأقل أبسط الأمور. في بعض الأمور يعني برجع منأكد يعني بساعة و45 دقيقة شلنا 6000 مليار. ما في جدية اليوم بالتعاطي الحكومة معاليك؟ حضرتك كنت وزير عندك تجربة حكومية وهلأ عندك تجربة نيابية، بتجربتك الحكومية مجالس الوزراء بلبنان قديش يعني عم تتعامل بجدية؟ وحضرتك يعني ب 2019 كنت بلشنا نلامس هالقد المشاكل المعيشية والاقتصادية. تجربتي الخاصة بال 2019 لليوم بال 2019 نعم. بالفترة اللي أنا كنت فيها وزير، أنا بالوزارة اللي نحن كنا موجودين فيها لم نعمل للشعب اللبناني. نحن كوزراء النقاشات اللي كانت تصير ما كانت تكون لصالح الشعب اللبناني. نعم. كنا كمان عم نحط أمور كيف بدنا ننقذ الدولة بفرض بعض الضرائب وكيف بدنا نظبط الموازنة. نعم. من دون ما نفوت بالإصلاح الحقيقي للبنان. يعني وهذا نقاش دائم ومستمر من الحكومات اللي قبلها. أنا صحيح. بعرف لأنه كنت متابع الشأن العام والوالد كان معني بهذا الأمر. صحيح. أنه بعده النقاش من قبل لليوم بعده نفسه. في هدر وفي فساد. خلينا نوقف الهدر، خلينا نوقف الفساد. لبنان غني منه فقير. في أملاك بحرية فلنذهب إلى الأملاك البحرية. نعم. في أجارات من المباني الحكومية ما زالت مستمرة. في أراضي معفية من الدولة. نعم. سوليدار وغير سوليدار فاتحة حسابات برات لبنان. وهلأ بتاخد الأجارات اللي هي بتعملها بحسابات بسويسرا ببنك بسويسرا. نعم. طب ما هيدي كمان انه من حق الشعب اللبناني وعندنا مرافق يعني منتجه انه تدر علينا اليوم الاتصالات الكهرباء اللي يعني عملت مردود عكسي على البلد اللي عملت مردود عكسي استاذ حسن على البلد. هيدي الكهرباء لحالها يعني بحد ذاتها هيدي قصه لحالها يعني. ولكن يعني لبنان منه فقير. نعم. لبنان كدوله منه فقير ولديها املاك كثير ولديها ايرادات كثير، ولكن بدنا نعرف ندير. شو اللي بينقصنا؟ الاداره. هناك سوء اداره. هناك سوء اداره وفي نيه انه مقصود ربطا طبعاً مع طبعاً. شو يا استاذ حسن؟ ربطا مع هيدي يعني عقليات المحاصصه، عقليات التوزيع اللي عم نشوفها عم تترجم اليوم بعقد تشكيل، بعقد انتخاب رئيس. شو هالبلد يعني هالقد بعدنا رابطين؟ قصدي شو ناطرين بلد هالقد منهار يعني وقع يعني بغرفه الانعاش وبعدنا هالقد يعني ملاقيين يعني هناك فرصه لهيدا المواضيع؟
هي السؤال الوحيد اللي انحكى بمجلس النواب والسؤال اللي عم ينحكى هلا، واي مواطن بيجي بيسالني السؤال انه شو بعدنا ناطرين، هو هيدا السؤال اللي كلنا عم نساله، انه شو بعدنا ناطرين؟ هول المعنيين باداره هذا البلد شو بعدنا ناطرين؟ انه هل هذا الوقت بعد اتخانق على وزير؟ اتخانق على اسم وزير؟ اتخانق بهذه الظروف بهذا الوضع الاقتصادي؟ اكيد يعني للاسف يعني الطريقه المتبعه الى اليوم والمحاصصه اللي عم بتصير الى اليوم اللي انا على صعيد الشخصي ضدها، هذا الموضوع يجب انه على الاقل على الاقل بهذه الفتره انه نتعالى عنها نتنازل عنها، ولكن للاسف لبنان وتقسيمه لبنان وتقسيمه التكتلات النيابيه داخل المجلس النواب بتخلينا نوصل للي نحن عم نوصل دائما، والنقاش الدائم والمستمر بهذا الموضوع انه انا بدي هاي الحصه وانا بدي هاي الحصه وانا بدي هاي الحصه. استاذ حسن، تواصلتوا مع الرئيس نجيب ميقاتي يعني بموضوع تشكيل الحكومه؟ كان عندكم لقاء معه وعطيتوا رايكم بهذا الموضوع؟ انا رحت يعني وقت انا رحت وقت استشارات فقط لا غير، وعطيته رايي بصعيد الشخصي. انا زكيت شخص موجود بالوزاره نفسه، بس طلبت نقله من حقيبي لحقيبي يعني فقط لا غير، لانه كمان يعني فينا نعرف مين؟ الوزير ناصر ياسين يعني. الوزير ناصر ياسين من المنطقه من عندنا من لبنان، وزير نشيط لا ينتمي لنا بالسياسه، من منطقتنا من منطقة الباع الغربي، حاليا هو وزير بيئة. أنا بعرفه على صعيد الشخصي وبعرف إمكانياته وقدراته وبعرف هو بالاقتصاد شو بيقدر يقدم. تمنيت أنه وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، أنه هذا الوزير يجب أن يكون وزير اقتصاد. وعندي أمل فيه كتفكيره وطريقته وأسلوبه، أنه هو لديه القدرة انه يعمل فرق معين. نعم. يعني تحيه اكيد للوزير ياسين، هو كمان كان بعتقد رئيس اداره وحده الدراسات للكوارث بالجامعه الامريكيه او شيء، كان يعدوا دراسات وبهيدا الموضوع حضرتك مثل عم تتفضل. طب يعني اليوم كمان وزير الاقتصاد، حضرتك طلبت انه اذا بيعملوا هيك مناقلات يعني كمان في يحمل حقيبتين ونحل هالقصه، ممكن ترجعوا تعملوا هيدي المبادره؟ اليوم وزير الاقتصاد كمان يعني الحديث عن استاذ محمد كنج من لا الشمال. استاذ انا حسن، ما عم بتدخل بهذا الموضوع، لا لانه أكيد. نحن انتم ما بدكم نحن مش نحن بس ما بدنا، نحن السنه بهذا الموضوع برات الخبريه كلياتها محتكره هلا واحد هو الرئيس ميقاتي فقط لا غير. فالنواب السنه في عتب، في عتب خفي استاذ حسن انه ما عم يتواصل مع النواب السنه؟ لا، ما هو بيتواصل مع مين ما بده، هو لاقط 4-5 هلا بيتواصل معهم، بيعزمهم على الغداء وبيعزمهم على العشاء وبيعمل لهم شوية خدمات وكذا وإلى آخره، ومفكر إنه خلص مشي حاله ولقاطه ومشي حقه يعني بهذا الموضوع. بس حتى لهول 4-5 هو لقاطهم ومش عطيهم شيء، بيقول لهم إيه بدي أعطيكم كمان ما بيمشي الحال. طيب. نحن وضعنا للأسف السني مش حلو، يعني المنظر تبعه مش حلو. ولكن هذا لناحية دار الفتوى حاولت تجمع أستاذ حسن، غير متعاونين مع بعض، خليني استعمل هذا التعبير اولا. اثنين، نحن اكثر رايحين بشكل عام طبعا، نحن صرنا امي. نحن مش نعتبر نفسنا امي ونؤمن بمؤسسات الدوله، فهذا التفصيل لا يعنينا كثير. طالما الدوله ومؤسساتها ماشي، وطالما انه نحن شركاء في هذه المنظومة كلياتها وموجودين، بغض النظر إذا أنا ما كنت موجود غيري موجود، إذا صحيح بغض النظر، ولكن نحن بالنهاية نتبع هذه المؤسسة وتابعين لهذه المؤسسة ونأتي دعم لهذه المؤسسة، وحلفائنا موجودين بالنهاية وحلفاء الطرف الثاني كمان موجودين. فعشان هيك بتصير القصة شخصية عن بعض الأشخاص إنه بدو حاله أو لا يعني، ولكن بشكل عام ما في عتب بهذا الموضوع، ما بيعني له هذا الموضوع أكثر من أنه علينا أنه ندعم هذا المنصب اللي هو رئيس الحكومة، اللي على عاتقه بيجي بغض النظر على اسمه، على عاتقه بيجي إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي. وتحت هيدا الشعار رحتوا على لقاء دار الفتوى أستاذ حسن؟ يعني دعم رئيس الحكومة بغض النظر عن من هو الشخص؟ طلع شي دعم رئيس الحكومة؟ دعم بالمسعى تشكيل الحكومه بالبيان اللي تلي فضيله المفتي. رحنا على دار الفتوى لنحط ثلاث ثوابت، الدستور، الطائف، ومنصب رئيس الحكومه اللبنانيه بغض النظر عن الاسماء.
والمنصب رئيس الحكومة ويعني معه الموظفين و و و كان هناك راعي لهذه الطائفة. سمحت المفتي مشكورا سعى ليعمل هذا اللقاء. نعم. ليعمل مرجعية دينية. ورحنا نحن كنواب لدعم هذه المرجعية الدينية لكي يصبح لدينا صوت بهالساحة اللبنانية. لأنه فقدنا الصوت للي كان موجود عندنا. وبنفس الوقت هذا البيان اللي طلع بغض النظر عن بعض التحفظات الموجودة عليه. لأنه أي بيان بده يطلع بعض الزملاء حكوا انه كان بدهم يشاركوا الدنيا، ما اعترضوا على مضمون البيان، اعترضوا على الشكل. على صعيد الشخصي انا ما بهتم بالشكل وما بهتم بالفضل. صحيح. المضمون هذه الدره يعني للجميع حتى لغير السنه. انا المضمون عارفه شو هو ومطلع عليه وموافق عليه. نعم. كله هو كان معد يعني حسب ما قرينا مسبقا 100%. صحيح. فالمضمون، فالشكليات انه انا مشارك ولا مش مشارك هيدي صحيح تقطع يعني مش أكيد. مش عندنا هم اكبر من انه انا اكون مشارك ولا ما نكون مشاركين بهذا الموضوع. لا، وهي دار مفتوحه استاذ حسن، يعني ليست نقطه ضعف. والشكل اللقاء كان كثير ايجابي وريح الشارع كثير. انه لاول مره، او انا بقول لثاني مره، لانه اول مره كانت عند انتخاب سماحه المفتي. نعم. كان في اجماع سني. صحيح. بدار الفتوح هذا ثاني لقاء، وان اتى متاخرا ولكن كتير شكله حلو وريح الشارع على امل انه يضل مستمر. طب ليش يعني صارت هيدي القراءات على هامش هيدا اللقاء بالعشاء الختامي الذي اقيم في دارة السفير السعودي استاذ حسن؟ يعني ليش هيك صاروا يعملوا هيدي التأويلات ويربطوا، رغم يعني الكل بيعرف مكانة دار الافتاء بلبنان؟ لكن لانه بلبنان اول شيء. نعم. اول شيء بلبنان نحن شاطرين بالسياسه بالقواس على بعض. هي اولا. ثانيا اي جمعه لاي طائفه، اي جمعه لاي مجموعه كبيره بخافوا منها ببرج الاوصل. ثالثا هذا بالمبدا. ثالثا وسائل التواصل عندنا فلتانه. نعم. فلتانه. من حقنا كطائفه، مع العلم انا قومي عربي ناصر يعني اكيد كل بيعرف عادة بتجنب هذه الاحاديث. نعم. ولكن الواقع اللبناني من حقنا نحن كطائفه انه نقعد مع بعض. وهذا بالنسبه لي انا، وقلت له يلا سمعت المفتي، قلت له ما يعنيني من هذا اللقاء انه انا سلمت على الزملاء الموجودين للي ما سلموا علي لما دخلت على مجلس النواب. هالقد عم بيكون القطيعة داخل مجلس النواب معنا. نحن ممكن فتنا على مجلس النواب كأنه أعداء. ولا بعرفه ولا بيعرفني. بس هو ملونني وأنا ملونه. نعم. على الأقل كسرنا أول محطة. نعم. إنه صارت هذه الجمعة وهذا اللقاء. طلع البيان اللي ما حدا بيعترض عليه. نعم. وأنا قبل ما يطلع البيان وقبل زيارة أنا رحت زرت سماحة المفتي وأكدت على هذا الموضوع تحديدا على الاتفاق الطائف على أن نتبنيه كاملا. نعم. مش مجتزأ، وللأسف في بعض الزملاء برأيي أنا مش قاريين الطائف برأيي يعني. إنه المفروض إنه بعض الزملاء من الطائف، من يعني الزملاء من الطائفة السنية من طائفة لناحية شو يعني حضرتك عم تشوف؟ عم بحكي عن آخر بند. أحسن علاقات مع الشقيقة سوريا وعدم استعمال لبنان ساحة مؤامرة على سوريا. وهيدا موجود بالطائف. صحيح. إلغاء الطائفية أنا معها أكيد. مجلس شيوخ ومجلس النيابة خارج القانون. أنا كنت عم مرق هيك نكت. كانت بجلسي. نعم. إنه بدنا نلغي يعني بدنا نطبق اتفاق الطائف ونلغي الطائفية ونحن 27 نائب سنية قاعدين مع بعض. يعني صحيح. يعني كانت بالشكل شوي بيتناقض مع مضمون الحديث. لا مركزية إدارية بدأتو كلها. نعم. بدأتو المخاوف يعني البيان الذي تلاه المفتي كان هيك بدد المخاوف اللي كانت عم تطرح بالبلد انه عم بيصير في استئثار في تبديل باتفاق الطائف، هناك تعدي على صلاحيات تحديدا رئيس يعني الجمهوريه المسيحي من قبل الطائفه السنيه، بددتوا هيدي المخاوف معليك؟ يعني ما هي نحن رايحين وما في هيدا الشيء. نحن عارفين حالنا، ولكن الاعلام والهجوم والسياسي راحوا على ضغط وصاروا يحسوا حالهم انه هن منتصرين، بس نعم. نحن رايحين اصلا ما في هالشيء. نحن رايحين على ثلاث ثوابت ومن حقنا. اي. تاكيد التزام بالدستور. والتزام واتفاق الطائف، اعتماد نعم. اتفاق الطائف.
ودعم منصب رئيس حكومة لبنان بغض النظر عن الاسم وكل صحيح. موظفين الدولة والقطاع العام بالدولة اللبنانية وهذا من حقنا أنه رايحين نتشاور مع بعض. طلع بيبين وطبعا أنه لبنان بعده عربي ورحنا وافقنا على هذا الموضوع طلعنا بيبين بغض النظر عن الشكليات اللي طلعت معترضة من دخلنا على بعض على, على الجلسة. من بعدها طلع سعادة السفير السعودي كرم سعادة السفير سعادة سماحة المفتي ودعانا كمان واستمعنا وكلهم حكى بالجرايد شو حكى شو صار بالجلسة وهي مستغربة كمان عنا بلبنان انه ما في جلسات يعني ما في مجالس بالأمانات كله بيصير على الجرايد كل شيء بيطلع بالجرايد بيصير كمان انه سمعنا فوق اللي اجى تأكيد على كلام سماحة المفتي طيب مين بالبلد هلا ما بيتمنى الشيء اللي طلع بالبيان للي بيؤدي الى استقرار لبنان لا عم نتحدى حدا لا فايتين بنيه نتحدى حدا لا فايتين بنيه نفرض حدا لا سمينا حدا ولا تعطينا حدا بس نجح بجمع النواب السنه يا استاذ حسن يعني شفنا كان في جلسه انتخاب رئيس بعدها كيف كان التعاطي مع بعضكم يعني قعدتوا بدار الافتاء سوا طلعتوا على دارة السفير السعودي ما اتفقنا لا قصدي رجعت يعني حضرتك عم تقلي كنت امرق ما يسلموا لا كنا طبعا هلا صار بلشنا اول خطوه زبطت صار في سلام لا هلا اول خطوه على الاقل انه صرنا نحكي مع بعض صرنا نتحاور مع بعض يعني عملت دفعه صغيره لقدام على مستوى التواصل نحن طايفه كنا مشرزمه شو اللي شرزمه اليوم برايك استاذ حسن هو فقط خروج يعني ما كان يعرف بالحريريه السياسيه لا السياسه اللي كانت متبعه واللي كانوا داعمين السياسة غياب المباركة المملكة العربية السعودية تحديدا انت قلتيها مش انا لا واليوم يعني حضرتك كانوا يتبعوا سياسي بدعم تيار معين وهذا التيار كان يفوت لإلغاء ما تبقى من الشارع بعدين المملكة وصلت للجميع انه هي على مسافة واحدة من الجميع وطبقت صحيح. هذا الامر فعليا وتطبق هذا الامر الى الان اليوم تطبق هذا الامر هي على مسافة واحدة من الجميع نعم وهذا نحن ما يعنينا لانه بالنهاية يعني عفوا انا مش ضد المملكة لا هي كان ضده لا اكيد ولا يعني ولا حدا ضده هي كان ضده بس انا ما كنت ضده هلا هي اعتبرتني انه انا ضده بس أنا فعليا ما كنت ضدها هي كانت ضدي بطريقة غير مباشرة هلأ اليوم هي على مسافة واحدة من الجميع وأكدت هذا الموضوع بالعشاء اللي عملته بالسفارة وهو كمان على أمل أنه يستكمل لأنه هذه الطلاق كتير منيح تقريب وجهات النظر بالحكي كتير منيح أنا عندي وجهة نظر وعندي سياسة خاصة متبعة صحيح وهو عزموني بيعرفوني على مين انه انا مني ملون ومني مخبى ومعروف واللي قاعد حدي بالسفاره لحد كان زميل بلال عبد الله معروف حزب اشتراكي صحيح واللي حده الدكتور قاسم هاشم كمان معروف يعني نحن مش طالعين نبدل الوان نحن طالعين ومعروفين مين ومشكور سعاده السفير انه دعينا ونحن لدينا راي وكل واحد قال رايه صحيح وكل واحد حكي رايه وهيدي الشيء الجديد للي بعد بلبنان بدنا شوية وقت ليقدروا ليبلشوا يعني يتم استيعاب يصدقوا انه نحن لا ما في والدليل انه عندما ذهبنا الى اول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما في تنسيق من بعض على كل حال استاذ حسن يعني اليوم بممارسات السياسية الداخلية انه ما بعرف قديش بعض مطلوب كل حدا يقدم هيك سجل عدلي ويعدي يعني يبرر اخر شيء يعني نحن بلبنان ليس هناك من مقاطعة يعني طبعا وقطيعة الا مع العدو الاسرائيلي يعني الكل منفتح على الكل بس خليني لأختم بهيدا الموضوع يعني هيك بقراءة لحضرتك بمشاركتك بلقاء دار الفتوى وبالسفارة السعودية بدارة السفير السعودي تحديدا في عودة للمملكة عم تلمسوا في عودة للمملكة يعني بعد الزعل الكبير بعد القطيعة الكبيرة علينا أن نفهم المملكة ماذا تريد المملكة ما بدها مثل ما لا نريد الالتزام باتفاق الطائف واضح عدم استعمال لبنان ساحة مؤامرة على سوريا بدأ كمان انه لبنان ما يكون عم يعمل مشاكل مع السعودية وهي لن تعود الى لبنان لتدعم اشخاص ضد اشخاص ستدعم الدولة اللبنانية كاملة
والمواصفات اللي حطتها لدعم الدولة اللبنانية واضحة. رئيس جمهورية عربي يؤمن بالطائف والدستور وغير فاسد، ورئيس حكومة نفس المواصفات، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إذا إجوا هيك رح يروحوا على السعودية ويأتوا بالمشاريع من السعودية لدعم لبنان كاملا مش لأشخاص داخل لبنان. غير هيك السعودية لن تأتي إلى لبنان. أنا كحسن مراد أقول أنه السعودية ستعود إلى لبنان بالقريب العاجل، لأنه السعودية لن تترك لبنان، ولبنان ما فيها تضل من دون السعودية، أو الخليج عشان ما نقول السعودية، يعني الخليج مجتمعا ما حتقدر، ما بنقدر نعيش من دون الخليج، والخليج ما بيقدر يعيش من دون لبنان، بما معناه مش ما يعيش بمعنى الاقتصادي، بمعنى انه هو حاجة له بالخلفيته العربية، حاجة له بالبعد الجغرافي، حاجة له. نحن ممكن ان نتحول الى الامن الغذائي تبعهم بالموضوع الزراعي، ممكن نتحول اذا اليد العاملة عندنا ارخص من اليد العاملة عندهم، ممكن نتحول الى قطاع صناعي لدول الخليج، ولبنان هالقد صغير انه بيقدر يغطي او بنقدر نشتغل اقتصاديا مع هذا الموضوع. فالسعوديه نظرتها الى لبنان مشروع تستطيع ان تاتي ان تستثمر في لبنان في حال اجى الرئيس الجمهوري ودوله الرئيس من دون ما يكونوا عم بيعملوا مشاكل معه، يعني من دون ما يشاغبوا بوجهه. وانا برايي رايحين على هذا المنظر. طيب دخلنا على مسألة رئيس الجمهورية، يعني شفنا بالاجتماع الأخير الفرنسي السعودي هيك للنقل فاتوا بتفاصيل أسماء رئيس الجمهورية، الفرنسيين طرحوا اسم الوزير السابق سليمان فرنجية، المملكة يعني عارضت، كان في مباركة لاسم قائد الجيش. من الملامح اليوم الأقرب التي يعني المملكة العربية السعودية يمكن هيك أن يعني أن تبارك هيدي الشخصية إذا صح التعبير؟ لا ماني بمكان أقدر أعرف شو المملكة، ولكن بعطي رأيي بناء على أكيد. اللي سمعته بناء على اللي بعرفه هيك من بعيد. المملكة واضحة بالعناوين اللي حطتها، يؤمن بالطائف، يطبق دستور، ويكون عربي ومش فاسد. هول الأربع مواصفات اللي حطتها. هلأ عندها حسابات سياسية بتفوت بتحط فيتو على اسم، بتحط فيتو على اسم تاني، هذا رأيها. شو التقاطعات إلى اليوم؟ إلى اليوم لا أعتقد أنه كل الأسماء اللي عم تنطرح شدي بما فيهم اللي الأسماء اللي عم نعتبر الأكثر حظاً استحسان اللي عم بينذكروا كتير، عم بحكي هلأ شو الخفي وهيك تحت الطاولة هذا موضوع تاني، عم بحكي اللي عم بينذكروا كتير وعم بيصير مشاكل عليهم، يعني اللي ذكرناهم مجلس النواب مش جديين، اللي عم بيطلعوا بالإعلام يومياً مش كتير جديين. في مروحة أسماء ثلاثة أربعة يتم العمل عليهم أو طرحهم لحتى يشوفوا التوافق عليهم، إن كان فرنسياً سعودياً أمريكياً. ما حصل في مجلس النواب أنا برأيي من 128 نائب صرنا أربع أصوات، ورقة بيضاء. سليم قدي، ميشيل معوض مع احترامي للأشخاص، ولبنان. فمن 128 صرنا أربع أصوات. هول الأربع أصوات هلأ عم بيتحاوروا بين بعض لحتى ينقوا الشخص المناسب ليكون يقدر يقلع لبنان بالقريب العاجل. وهذه الشخصية اللي بدها تيجي تواكب رئيس حكومة يكون منسجم مع هذا الرئيس، يكون على أحسن العلاقات مع كل الدول العربية من دون استثناء، بدءا من سوريا وانتهاءا بالخليج، لا يقدروا اثنيناتهم يتناغموا مع بعض وشيلة لبنان من ما هو من المستنقع اللي موجود فيه. نعم، يعني بالموقع اللي حضرتكم فيه اليوم، مين برأيك هيك يعني شو ملامح الشخصية اللي اليوم الأكثر حظا لتجي يعني تستلم هيك سدة الرئاسة بلبنان؟
هلا يعني واضح الثنائي الشيعي استاذ حسن، يعني واضح انه الاسم هيك يعني اللي حاطينه بلائحه الاسماء والوزير السابق سليمان الفرنجيه، وشفنا يعني الورقه البيضاء كانت تصب لمصلحه الرئيس سليمان الفرنجيه. حضرتكم باي موقع وموضع؟ نحن مع الحلفاء، نحن مع الورقه البيضاء كنا يعني. نحن مع فايتين كنا مع الورقه البيضاء، وان كتبت انا انه انا كنت رايح على نهج فؤاد شهاب. كتبت حضرتك رايح على نهج فؤاد شهاب لانه اؤمن بالمؤسسات واؤمن بالدوله واؤمن انه بدنا نرجع ندعم هذا. بس في ناس فسروا قائد الجيش، لانه في ناس فسرتها قائد الجيش. نعم، العماد يعني قائد الجيش فؤاد شهاب. انا مع الصعيد الشخصي بالاسمين ما عندي مشكل يعني. نعم. طبعا، ولكن اكثر واحد بيشبهني الوزير سليمان الفرنجي يعني على الصعيد الشخصي. صحيح، ولكن خاصه بالعلاقه يعني مع سوريا. صحيح، تحديدا بالعلاقه، مش خاصه، تحديدا يعني تحديدا بالعلاقة. نعم. نحن الفكره انه نحن بدنا ننقي شخص، انا الاوان انه ننقي شخص يكون متوافق عليه كلياته. نعم، وما بعتقد نحن رح نروح الى اسم مستفز لحدا. وما بعتقد كمان انه سيفرض علينا اي اسم مستفز. هذه الاسماء طبعا يعني مثل ما قلت الاربع اصوات، ومن نعم. وراء هاي الاربع اصوات هن اللي عم يقعدوا يغربلوا بهيدي الاسماء الى ان يتبلور هذا الاسم الذي يتم التوافق عليه. بنرجع لكلمه توافق. فرنسي سعودي، فرنسي لبناني، لبناني سعودي، امريكي لبناني، شو ما كان راح يكون في توافق. الفكره العامه انه نحن ذاهبون الى رئيس جمهوريه متوافق عليه، وعلينا أن نأتي برئيس حكومي متوافق عليه. متوافق عليه يعني إقليميا ودوليا وداخليا. أي. من اليوم يعني هيدي التوافقات بتتقاطع عند أي دول استاذ حسن اليوم تحديدا داخليا برأيك؟ خارجيا هي أسهل شيء داخليا نتوافق. هي أصعب شيء بركة. لا، أسهل شيء. على التليفون كلياتنا بنتوافق داخليا. أوكي. كل واحد بيجي بيجي التليفون وبيقول نتوافقنا. خارجيا من المؤثرين اليوم؟ ما شو هنا اربع دول يعني حضرتك كنت عم تحكي على فتره الرئيس فؤاد شهاب، لانه كنت تقول كان وقتها مصر يعني، وهلا بعد مصر وسوريا، مصر كمان بعدها فاعله. طبعا مصر لها راي، والسعوديه لها راي، وسوريا لها راي، وفرنسا وامريكا. من المؤثر برايك اكثر شيء؟ الولايات المتحده الامريكيه هلا حاليا اليوم؟ كلياتهم بالتوافق كلياتهم. نعم. بالتوافق كلياتهم. بالضغط مش هنين اكيد، مش الغرب، نحن بالضغط بس. بس بالتوافق كلياتهم مؤثرين. وخصوصا هلا نعم. في قناعه، ما هو يا اما بدنا نضل مستمرين مثل ما نحن محاصرين. نعم. الوضع الاقتصادي كل ما ينزل بيرجعوا بيخلونا نتنفس شوي. نعم. يا اما بدنا نروح لشيء امني لا سمح الله، وهذا شيء مش الفوضى العامه يعني، معش يعني السرقه والمشاكل المتنقله والى اخره. فنحن لنخلص من هذا الموضوع بده توافق. التوافق واضح انه دول الغرب ما بدها بلبنان اي مشاكل. نعم. ونحن ما بدنا نضل محاصرين وما بدنا مشاكل، ونحن فعلا بدنا نريد انه يتركونا بحالنا وننقذ لبنان ونشوف حالنا كيف بدنا نقلع بهذا البلد ونقدر نحمي التنقيب لثروتنا للي بدها تجي، ونقدر نشوف كيف بدنا نواكب هذا الموضوع بهالخمس سنين القادمه لنقدر نشيل البلد كله. فعشان هيك نحن مدين ايدنا للتواصل مع الجميع، وهن عم بيتواصلوا معنا. لا رح يقدروا يفرضوا علينا ولا رح نقدر نفرض عليهم. بالاسماء بلشتوا تتداولوا يعني ما يعرف بالمحور الاخر بالاسماء استاذ حسن؟ عم يتشاوروا معكم في بعض في اكثر من اسم ام في اسم واحد برايك؟ في عناوين بيحطوا عناوين عاده عشان لانه كله بيتسرب ما بيعود يده. فعشان هيك ما بنحكي باسماء، بنحكي بالعناوين. هلا العناوين بتصير الدل، بتصير تدلك، بتصير انت تبصري وتشوفي وين بتاخذك يا هون يا هون، والاسماء معروفه صارت يعني. بعد في اسماء لم يتم التداول فيها يعني، ممكن هيك بالجلسه المقبله بجلسات لاحقه يمكن انه يصير في مفاجاه؟ الى اليوم كل الاسماء متداوله الا اذا طلعنا ارنب دوله الرئيس. العين على الرئيس نبيه بري يعني، وهو دائما صاحب المبادرات اللي بيطلع بينقص كل شيء. ممكن نعم.
بس الى اليوم الاسماء موجوده يعني اللي موجوده يعني. يعني اليوم مع لحضرتك هيك بالخلاصه اللي نحكي انه ليس هناك من اسماء محدده لا. عند يعني حضرتكم والحلفاء كلهم بخاصه تحديدا مجلس النواب عم بحكي عن الكتل المتحالفه مع بعضها، هناك ملامح لشخصيه. نحن اخترنا الورقه البيضاء لانه اذا بدنا نلتزم باسم بدنا نمشي فيه للاخر. صحيح. فنحن لا، نحن عم بينطرح الاسماء ليتم التوافق عليها، عشان عندما نطرح اسم او ينطرح اسم نفوت فيه ما حتناوروا يعني مثل ما عم نقرا عند الاخر الاخر لانه امبارح لانه رئيس حزب القوات سمير جعجع ببلغ السفيره الفرنسيه انه هن بعضهم ماشيين بالنائب ميشيل معوض رغم ال 39 صوت. هيدي مش لعبه. برأيك بعد المناورة موجودة بهيدا الشخص؟ ماشي بميشيل عوض فيضل ماشي فيه للآخر. مش بعدين إذا تم التوافق على حدا يغير. ممكن يغير برأيك؟ ما بعرف ما بعرف بالجلسات ما بعرف اللاحقة كيف يعني بشكل عام، ولكن في بعض الأصوات اللي أعطت ميشيل معوض زميل ميشيل معوض إيه رح تغير. ممكن يعني في عنده شي 10 أصوات رح يخسرهم. يعني أكيد حيغيروا بعدين. نعم. ممكن تتوسع يعني دائرة المعارضة، عم نشوف عم بيصير في تواصل. نواب الشمال عم بتكون في تواصل مع بعضهم، امبارح كتلة الاعتدال مثلا عند حزب الكتائب بدهم يروحوا ويرجعوا على يمكن على معرب عندهم موعد، عم تتوسع هيدي الكتلة برأيك؟ شو بدها تتوسع أكثر من اللي هن مين بعد؟ لا لأنه شفناهم أصوات مشرزمة، ما في 13 صوت أصوات التغيير معه في 10 لبنان و11 ممكن يقدروا يجمعوهم 11 سنة أنا بظن لا. داهي لبنان سيذهب إلى لبنان مجددا. سليم قدي ما بعرف قدي رح يضلهم 11 أي. ولكن اللي مختار سليم قدي سيبقى سليم قدي لن يذهب إلى ميشيل أو بغير يمكن الاسم سليم قدي ولكن لن يذهب إلى ميشيل معوض. كتلة اللقاء الديمقراطي وين حيكون؟ هيدول من موقعة هول من العشرة اللي قلت عنهم بينشالوا من ميشيل معوض يعني ثمانية تسعة بيقلبوا واحد بيضل الزميل مروان حمادي بيضل ميشيل معوض وثمانية البقاوي بيروحوا لوين برأيك؟ يعني ممكن انه يروحوا مع 63 ورقة بيضاء بعد ما يصير عندهم اسم. اذا يعني اليوم عم بالعكس عم نشوف انه هيدا الاسم التوافق اللي عم تشتغلوا عليه انتم وحلفائكم بل عم بيوسع دائرة التحالف، وممكن الرئيس العتيد يأتي يعني بالاسماء او بالاوراق الدستوريه وطابشه بس اذا بدك عم بس تحكي على السعوديه ولبنان يتفقوا خلصت كلمه السر تريو اليوم لكن كلمه السر تبدا من لبنان تبدا من لبنان من لبنان مش من اصوات لبنان للي بمجلس النواب بس من المعنيين داخل لبنان. نعم استاذ حسن مراد خلينا نتوقف اذا سمحت مع فاصل اخير وبنرجع بنكفي مشاهدينا فاصل قصير ونعود. نعم مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الاخير من السياسه اليوم، جدد الترحيب بضيفي سعاده النائب استاذ حسن مراد، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا استاذ حسن، كنا عم نحكي على الاستحقاق الرئاسي يعني قبل ما نروح على الفاصل كنت عم تقول كلمة السر داخل لبنان صح، ولكن تبدأ من لبنان شو يعني رح نكون بمشهد بيشبه ال 1988 فقط لناحية انه عندما يعني اجوا العربين الدوليين قالوا اعطونا لائحة اسماء ونحن يعني بنشوف من اليوم هيك يعني يتقاطع مع المصالح الإقليمية والدولية اليوم ممكن ان يعني كمان من الاول شيء العربين الدوليين والاقليميين مثل ما ذكرت حضرتك ما بعرف يعني قديش رح يكون في استثناء للولايات المتحده بهيدا الموضوع التقل عم تركز حضرتك فرنسا والسعوديه اكثر. لا انا فصلت مجلس النواب لاربع اصوات. ايه الاربع اصوات هن فرنسا امريكا السعوديه مصر والمحور كله. فهول الأربع أصوات اللي فصلتهم. طيب الحوار هو بين الأربعة. الحوار هو بين الأربعة. الأقرب لأنه ما عادت سر هو اللي عم يتحاور معنا يوميا الفرنسي. أكيد. الفرنسي. المملكة بعد جديا ما بلشت. نعم. الغرب والداخل هو عم بيحكي معها بعد المملكة إلى اليوم رافضة إنه تحكي تتطلع باتجاه لبنان. هي أولا.
رافضة تطلع مش بالمنطق انه ما يعني لها لبنان، انه هلأ هي ماخذة موقف سياسي من لبنان، ستبدأ فعليا العمل على هذا الموضوع من وقت العمل الجدي على انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. اللي هي عم بيقولوا بالصحافة انه من بعد 31، انه بعد ما تخلص نعم. تدخل السعودية لتبلش هي تقول رأيها او بالاسماء، او ممكن ممكن مش عم نعم. بحكي واجزم بهذا الموضوع. فهن هول العربين الدوليين. العربين الداخليين هو 63 صوت. نحن 63 صوت ملتزمين بالفكرة والعنوان العام. نحن مش فايتين نتحدى، وما بنقبل حدا يتحدينا. نحن على تواصل مع كل الأطراف، الأفرقاء خارج لبنان، فلنتوافق على اسم، ولنتوافق على عناوين، ولنتوافق على مسار العهد الجديد اللي بده يجي، لأنه مش هي الفكرة فكرة اسم بس. هذا العهد الجديد مع رئيس الحكومة الجديد، شو بنقدر نعمل بالعهد القادم، والخطة العمل للعهد القادم كيف بدها تجي، عشان ما نحط له عصب دولي وما نفركش له إياها، وبنفس الوقت متزامنة مع الترسيم ومع التنقيب و و و وتأمن الضمانات الآمنة لهذه الشركة التي تريد أن تأتي إلى لبنان وتستثمر داخل البلد. قدي أمد الشغور سيكون طويلا بظل يعني هيك هيدي التجاذبات الكبيرة، هيدا الانقسام الكبير، قدي رح يكون برأيك كبير؟ أنا أكتر واحد متفائل بهذا الموضوع عكس كل زملائي وعكس كل الأفريقا. أنا بقول نحن من هلأ إلى أبواب رأس السنة رح يكون عنا رئيس المفروض يتبلور معنا، بيتأخر شهر شهرين ماكسيموم. بناء على شو المعطيات استاذ حسن؟ يعني بعد الحكي وبعد الدردشه بنسمع ودني وبنحلل والى اخره. طب الله يسمع منك. ومتفائل متفائل لانه المتغيرات الاقليميه بدها تنعكس ايجابيا. نعم. يعني هاي اولا. اثنين، القوه لبنان اللي موجوده. ثلاثه، المحور وانتصاره، محورنا وانتصاره وترجمته، يعني بالنهاية بده يترجم في مكان ما. نعم. أربعة، عودة الاستقرار إلى سوريا. خمسة، الوضع السوري والتواصل الإقليمي مع سوريا وشو عم بيصير مع سوريا كمان سينعكس على لبنان. ستة، الوضع ما يحصل بالمملكة العربية السعودية والمتغيرات الإقليمية الداخلية داخل السعودية وكيف بتتطور السعودية سريعا. تثبيت مصر والحكم بمصر والرئيس السيسي كيف عم بيعمل مشاريع عنده ليرجع يرجع مصر الى دوره في المنطقه او حواليها. هدول كلهم بده يترجموا بصندوق البريد بلبنان ايجابيا وليس سلبيا. اذا يعني لبنان بعده صندوقه البريد لكل هيدي الاحداث، لكل هيدا المحيط. لبنان احلى بلد بالعالم، كله بحبه، كله رغم زغره. هلا في مرات الواحد بيعبر عن حبه غلط، يعني كمان مرات هيك ما بيعرف يعبر عن حبه مرات، فبنستعمل لبنان صندوقة بريد. بس الواحد يغلط، بس الولد يغلط عند اهله بيروح الولد اهله بيضربوه. نحن يعني الطفل المدلل، الاخ الصغير الشقيق، كل واحد غلط مع لبنان اكل قتله، فعشان هيك ما حدا حيغلط بعد مع لبنان. لا خلينا نشوف يعني المرحلة اللي جاية. استاذ حسن، بما تبقى لدينا من وقت، نحن كنا يعني قلنا بدنا نحكي على الأوضاع المعيشية تحديدا، ماذا يحصل بمسألة المودعين وأصحاب المصارف؟ الدولة الحكومة اليوم عم تتفرج، يعني ما عم نشوف تحرك، تركينهم يواجهوا قدرهم مع بعضهم، شو عم بيصير ولوين رايحين؟ هلا شو عم بيصير واضح، شو عم بيصير اكبر عمليه نهب وسرقه بالعالم صارت فينا كلياتنا اكلنا. نعم. ما حدا استثني من هذا الموضوع الا اللي ظامت عنده مشروع برات لبنان، والا اللي انبئ انه دهر مصرياتك ودهرهم قبل الازمه. ما عددهم بغض النظر عن الرقم الكبير اللي طلع، لكن قد ايه عددهم. هذا الموضوع له علاقه بكل شيء حكيناه بالحكومه السابقه. وبخطه الاصلاح. نعم. المفروض انه هيدا الموضوع، يعني انه اول شيء محقين المودعين ومظلومين المودعين ومظلومين كل موظفين لبنان. نعم. وبنفس الوقت ما بدي يدافع عن البنوك، بس الدولة اللبنانية راح تدينت من البنوك وما ردت لها للبنوك شيء كمان، والدولة اللبنانية المصاري اللي اخدتها وتراكمت هذا الدين عليها اهدرته وراح
وما حدا بيقدر يرفض وما عم نقدر نجيبه وين. نعم. لا يوجد أي خطة تعطي ضمانات للمصارف ترجع لمصاري، تعطي للحكومة مثل ما كنا عم نحكي للمواطن نعم. ترجع له حقوقه. لا يوجد أي إذا بدك ما بعرف الاجتماعات اللي بيقعدوا بيحكوا فيها طويلة وبيقولوا إنه حقوق المودع ما بعرف وين عم توصل. صحيح. فعشان هيك إنه ردة فعل المودع بغض النظر قد ايه هي عم نعم. تشنجنا يوميا وعم تزعلنا يوميا وعم تخد البلد يوميا، ولكن محقة بالنهاية إنه واحد بده يروح يعمل عملية. أول عملية صارت من المودعين عنا في منطقة البقاع الغربي وقتها فات على البنك لوني. صح. بده يحكم أهله. نعم. طب بده يحكم أهله مش قادر يحكم أهله، والزلمة بعرق جبينه تعب وجاب مصرياته، طيب طارت المصاري. طب هيدا الموضوع إذا ما ترك هيك أستاذ حسن لوين رح يخدنا؟ يعني إحنا كتير عم نتخوف من انفجار اجتماعي نتيجة أوضاع معيشية ضاغطة، ولكن يبدو ملف المصارف والمودعين على نار حامية أكتر. أنا عشان هيك أنا قلت أنه وضع خطة وشرحها للناس بهدوا الناس. نعم. نعطيهم أمل للناس، بس أمل حقيقي مش أمل وهمي. نعطيهم أمل نقول لهم نحن هنعمل هيك ورح نعمل هيك ورح بيوم كذا بيوم كذا بتاخدوا هالقد بيوم كذا بتاخدوا هالقد بخطة حقيقية. أنا برأيي هذه الخطة هلأ رح تتبلور مع الحكومة من بعد الترسيم. لأنه كان نحن كل مشكلتنا موضوع أنه مندخول بدنا مصاري. فريش صحيح، محل ما روح اشحط صحيح اللي هو رح يكون صندوق النقد داعم لهذا الموضوع. ولكن أنا برأيي الترسيم والاستثمارات اللي بدها تيجي من عقب هذا الترسيم والتنقيب أنا برأيي راح تكون كافية لتغطي وبدء إرجاع الودائع للمواطنين. أنا برأيي ما في ودائع طارت. حضرتك من الناس اللي بعدك متفائل بدهم يستغلوا الموضوع. نزلت نسبتها ما بتصير بأي محل بالعالم. ولا ممكن تصير بأي محل ولا ممكن، يعني في شيء مش في أكتر من فنزويلا. فنزويلا راحت أغنى بلد بالعالم كانت راحت، والمصاري صار تعوس على الأرض عليها. صحيح. يعني. ولكن هلأ رجعت تنهض شوي رجعت تجهز حالها وتزبط حالها من وراء البترول من وراء الغاز الموجود عندنا. نحن طالما عندنا ثروة نفطية وثروة غازية بأراضينا بنقدر نردها، ولكن بدك إدارة صحيحة وإدارة سليمة مع خطة حقيقية، وعندنا القدرة أنه نعمل هذا الموضوع لحتى نعطي للناس نرجع حقوقها بهذا. وهيدا المفروض يكون سريعا، والصندوق النقد بيكون قيمة مضافة، أملاكنا الداخلية قيمة ثالثة مضافة، عودة المغتربين واستثمارات المغتربين قيمة رابعة، تفاؤل شخصي. عودة الخليج إلى لبنان رح تكون مكملة لكل هذه المشاريع اللي تقدر ترجع. نعم. يعني وديعة واحدة خليجية بترجع كل بتعيد الثقة بال نعم. طيب قبل ما كمان هيك بعد لنا يمكن دقيقتين عم بيقولوا لي خلينا نحكي عن العام الدراسي. حضرتك رئيس لجنة التربية النيابية استاذ حسن، اليوم العام الدراسي شو مصيره رح يكون؟ هل سنكون أمام هيك عام دراسي مكتمل المواصفات بظل كل التعقيدات؟ يعني ما في حقوق للمعلمين والأساتذة، وأيضا يعني لوجستيا البيوت منا يعني عم نشوف اليوم للتلاميذ وضع معيشي، لترانسبور النقل على المدارس، أسعار الكتب، أسعار القرطاسية، الأقساط، ما بعرف. لك سريعا نحن هذا الوضع كمان في وضع خارجي إقليمي وفي وضع داخلي. وضع الخارجي الاقتصادي الضغط اقتصادي ضارب كل العالم. نعم. وهيدا مأثر على ضارب كل العالم بس الدولة ما تخلت. لا عم بحكي لأوصل إنه هيدا مأثر على التعليم عندهم. صح. وعامل ضغط على التعليم عندهم. نعم. وهيدي دول مرتبة أولى عم نحكي. طيب نحن وضعنا الاقتصادي مهترة ومشاكلنا وفساد وهدر ودنيا وإلى آخره، فتقل أكيد رح نتأثر بالوضع الاقتصادي العام. هاي أولا. بالوضع الداخلي تبعنا المباشر نحن زدنا بالموازنة معاشات الموظفين وإن لا تكفي وإن كانت لا تكفي، وفي وضع انه نحن المصاري بالدولة اللبنانية لا يوجد، وبنفس الوقت عندنا عدد موظفين كتير كبير بالقطاع العام، وبنفس الوقت الكهرباء ما فيه وانترنت ما فيه وكل شيء ما فيه، وكل الصعوبات اللي مرقت علينا استطعنا انه ننجز عامين دراسية وان كانت بصعوبة.
هذا العام الدراسي القادم صح المدرس محق وصح أن ولي الأمر محق، المدارس عم بتغلي الأقساط على ولي الأمر، والأستاذ بده معاشه لا يقدر يعلم ولا يقدر يجي يقعد يكون مرتاح ويعلم الأجيال، وبنفس الوقت ولي الأمر محق أنه ما يدفع كتير مصاري بالمدارس الخاصة، ما عم بحكي مدارس رسمية، وبنفس الوقت المدرسة محقة أنه بدها كلفة تشغيلية. نعم. استطاع وزير التربية بكل جولاته وبكل برماته استطاع أنه يأتي بشوية مصاري لإنقاذ المدارس وتشغيل المدارس، وهذا شيء ممتاز لنقدر نعطي أمل أنه نصمد بهذه السنة. خلينا نقول أنه هذه السنة قادرين نصمد على أمل تعزيز هذه النظرية لنبدأ العام اللي بعده بتظبيط هذا الشيء، أنه ما يضل مشكل كل سنة ومعوق لنا، كي لا يكون هناك تسرب، ودعم المدارس الرسمية بكل ما فينا من قوة. وهي شغلتنا بلجنة التربية، نحن أخذين قرار أنه يبدأ العام الدراسي، ما بدنا نفوت هلأ بكتير أمور تشريعية كي لا نضغط كتير الوزارة، نتعاون مع الوزارة عشان تبدأ العام الدراسي. والعمل اللي عمله إلى اليوم ممتاز وزير التربية، نأمل أنه تبدأ العام الدراسي لنذهب لإصلاح القطاع التربوي بكل بنوده، من المتقاعدين للمستعان بهم لكافة المسميات اللي موجودة، لحتى نقدر نريح الأستاذ ونريح المدرسة ونريح التلميذ وندعم المدرسة الرسمية ونقدم للمواطن تعليم ونعيد لبنان كما كان مدرسة منارة إن شاء الله. يعني يرجع هيدا البلد، مستشفى الشرق ومنارة. أستاذ حسن، الرئيس نبيه بري دعاكم الخميس الجاي لجلسة لانتخاب الرئيس، شو هلأ بإجا العاجل؟ رح نكون أمام معجزة برأيك؟ تقليص أصوات زيادة برأيي، إذا اكتمل النصاب بيتعدلوا الأربع أصوات. رح نكون أمام جلسات دائما مكتملة النصاب مع أنه وقتنا خلص؟ ممكن. أنا من نظرية أنه إيه. طيب، على أمل لنشوف الخميس المقبل لنظره قريب. أستاذ حسن مراد، شرفتنا، أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من السياسة اليوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.